خافوا ربي في تونس، خافوا ربي في ولادكم، خافوا ربي في عائلاتكم، خافوا ربي في اخواتكم، في ولاد حومتكم، في عائلاتكم، في اصحابكم، في خدمكم، اتقوا ربي، هديكم ربي. وكهو التجار يعاون الجار باهي، الخو يعاون الخو باهي، البو يعاون الولد باهي، وباهي كنعاونوا بعضنا العباد الكل، سواء رمضان ولا غير رمضان. حكاية تونس كانت هكا برك فزت، ربي يهدي العباد، مش مربوطه برمضان هاي الحكايه. قال ربي قال الرسول بعدك خذيه كل شيء، وجاعت العباد يجريرهم هذا ما هو دخل بالفلوس. وش قال ربي قال الرسول، والدنيا هذه راه فيها موت وحد ما هذا معه، ساعدك كيف على الخير وكا تعبي 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 بعد تخلي وتمشي. شنو رايك في المبادره نتاع كادوريم قال باش يعاون الزوالي في قفه رمضان؟ هل تراه معناها امور انسانيه او عندها خلفيه سياسيه؟ ما خلفيه سياسيه، المهم كمبادره حاجه طيبه بها كي نعاونوا بعضنا في رمضان، سواء كادرين وسواء العباد الكل معنا. فما تجار يعاون جار باهي، الخو يعاون الخو باهي، البو يعاون الولد باهي، فهمت؟ وباهي كنعاونوا بعضنا العباد الكل، سواء رمضان ولا غير رمضان معنا. حكايه تونس كانت هكا برك فزت، ربي يهدي العباد، فهمت؟ مش مربوطه برمضان هاي الحكايه. لما تو لنا ربطنا برمضان. تراها فرصه يعني ولا استغلال ولا؟ والله هي فرصه، فهمت؟ وكيف قلت لك ان شاء الله جاي خير من هكا وكا. ما تراش حسب رايك مش عندها خلفيات سياسيه المبادره هذه من لا شيء؟ هي الخلفيات موجوده، فهمت؟ سواء بفلوس ولا بلاش، سواء هذوما حتى اللي يخافوا ربي حتى هما زاد كيف كيف زاد نفس الحكايه، دخلوا لنا هكا بعطيك، فهمت؟ قال ربي قال الرسول بعطيك خذيه كل شيء، وجاعت العباد يجريرهم هذا ما هو دخل بالفلوس. وش قال ربي قال الرسول، فهمت؟ وما العباد تستنفع في حاجه في جرته، وهذا هو معناه. هل التعاون هذا باش يحسن البلاد حسب رايك؟ ان شاء الله ان شاء الله يحسن البلاد. شنو تحبوا يتبدل في البلاد ان شاء الله؟ تنحى حكايه السرقه هذيا معناها، وعباد تخاف ربي في العباد الاخرى، والدنيا هذه راه فيها موت وحد ما يهزها معاه، فهمت؟ الدنيا هذه حد ما يهزها معاه. تونس الى اين في المستقبل؟ ربي الفوق، فتكون تكون مروحين للغادي، ساعدك كيف على الخير وكا، فهمت؟ تعبي 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 بعد تخلي وتمشي، فهمت؟ وقال لي اخي البلاد هذه تنخدروها، خلوهم يخدروها وكا. شنو ميساجك للعباد اللي عندهم برشا فلوس وما مش قاعدين يعاونوا في غيرهم؟ والله يا خويا شنو نقول لك؟ فتكون اخرتها قطنة وصندوق معناها، فهمت؟ ماكش تهز فلوسك كان هزره وهز اسمه. اغنى شكون هذاك اليهودي اللي مات في الواحد نتاعو، فكون سكر عليه الباب ومات وفلوس، فهمت؟ ما هز معاه حتى شيء معناها، اغنى رجل في العالم هذا، مات وفي الكيسه نتاعو معناها. معناها ولد عمي اعمل خير وانساه، هذاك اللي تربحه في الدنيا هذه. شنو هي كلمتك الاخيره؟ ناس خافوا ربي وكا، خافوا ربي في تونس، خافوا ربي في ولادكم، خافوا ربي في عائلاتكم، خافوا ربي في اخواتكم، في ولاد حومتكم، في عائلاتكم، في اصحابكم، في خدمكم، اتقوا ربي، هديكم ربي وكهو. انت كنت تعمل برشا فلوس تعاون غيرك؟ بالطبيعه، فهمت؟ شنو عم كيف كادوريم؟ انا عم اكثر من كادوريم، فهمت؟